إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. متابعينا الكرام، فعاليات نسخة ديال ماراثون نور الزيتون، هو نصف ماراثون بطبيعة الحال اللي تجرى الفعاليات ديالو، وكتشوفوا بالقرب من جنة السبيل متابعينا ومشاهدينا الكرام. إذن الزيتون في قلب نصف ماراثون نور فاس، أكيد اليوم العالمي لشجرة الزيتون كما كتشاهدوا معنا، احتفالات باليوم العالمي لشجرة الزيتون هنا بجنة السبيل متابعينا ومشاهدينا الأوفياء. كتشوفوا في هذا البث المباشر لربما وصول ديال مشاركين في هذه النسخة ديال نصف ماراثون الزيتون، أكيد لأن الاحتفال باليوم العالمي للزيتون. كتشوفوا وصول الآن المتسابقات والمتسابقين. إذا هذه الأجواء في المحيط ديال جنة السبيل بطبيعة الحال، فين كاين هذا نصف ماراثون نور بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون. بطبيعة الحال كتشوفوا الزيتون في القلب. كتشوفوا متابعينا الكرام في البث المباشر، قلت كتشوفوا فعاليات نصف ماراثون نور للزيتون بطبيعة الحال بمدينة فاس بقلب العاصمة العلمية. بغينا ندخلكم داخل ولكن للأسف ربما الصوت لأسباب تقنية ديال الكوبي رايت ما غيمكنناش ندخلوا لداخل. غادي نوريكم هنا كيفاش دايرة الأجواء خارج جنة السبيل بطبيعة الحال، استنفار كبير ديال السلطات الأمنية لضمان السير وتأمين هذا اللقاء. كتسمعوا ربما الموسيقى ما غنتمكنوش ندخلوا لداخل، غنكتفيو بالفيديوهات لداخل بطبيعة الحال متابعينا الكرام، لأن كاين موسيقى اللي هي مطلوقة. كتشوفوا متابعينا الأوفياء في هذا البث المباشر معكم، ظل وصول العداءات والعدائين أو المتسابقات والمتسابقين. أنا معكم دائما قلت في تغطية حصرية على قناة شوف تيفي، كنقول لكم الأجواء هنا متابعينا ومشاهدينا الكرام. إذا كتشوفوا هنا لربما كاين متسابقين ومتسابقات بطبيعة الحال معكم في هذا البث المباشر وسط استنفار أمني كبير. إذا كتشوفوا المتسابقين اللي داخلين الآن، حنا بالقرب من جنة السبيل متابعينا ومشاهدينا الكرام. جنة السبيل كتشوفوا هنا تم إعداد هذه المساحة هنا. دائما معكم في تغطية مباشرة على قناة شوف تيفي لنصف ماراثون الزيتون في نسخته. إذا هو هذا نصف ماراثون الزيتون متابعينا، يعني بطبيعة الحال احتفاء بشجرة الزيتون. غنواصلوا معكم هذه التغطية المباشرة، غادي نقربكم الأجواء لربما هنا متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر. مشاركة ديال العديد من غادي نقربوا معكم هنا، شوفوا الأجواء متابعينا. إذن هو هذا سمي ماراثون ديال الزيتون بطبيعة الحال. المشاركات اللي داخلين الآن متابعينا ومشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا لحظة وصول ديالهم.
هنا سمي ماراثون نور فاس للزيتون احتفاء بشجرات الزيتون. غنشوفوا لحظة ديال الدخول. خويا السلام عليكم. شاركتي في نصف ماراثون نور للزيتون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بادره زوينه درتها هذه الجمعيه، هذه جمعيه ديال الزيتون. بالنسبه للمشاركه ديالي هذه ثالث مشاركه في سومي ماراثون. بالنسبه للاجواء كانت اجواء زوينه، اتموسفير زوينه، استمتعنا بالنسبه للمشاركه. درت تايمينغ زوين بالنسبه الحمد لله، درنا تايمينغ زوين شي ساعه و 32 دقيقه الحمد لله. المسافات اللي كانت يعني في السباق المسافات اللي كانت 10 كيلومتر وال 21 كيلومتر، كانوا عدائين تبارك الله في مستوى جيد. بالنسبه كانوا عدائين محترفين من بلدان مختلفة، من فرنسا، من كينيا، من شتى البلدان. وكنشكروا مدينة فاس والسلطات المحلية وكاع الناس اللي شاركوا في في إنجاح هذا ليفينمون. هذه المسارات اللي كانت من خلال هذا نصف ماراثون ديال فاس ديال الزيتون، شنو المسارات اللي درتوها في السباق ديالك؟ بالنسبة للمسار كان شوية صعيب، ما نقولوش. المهم بالنسبه لل 10 كيلومتر كان مزيان، والناس اللي داروا السومي ماراثون بالنسبه ليهم كان شويه المسار كان شويه. شكرا لك، شكرا على واجب وسمح لي بزاف. اذا المتابعين الكرام معكم في البث المباشر، قلت الناس اللي شاركوا في نصف ماراثون بطبيعه الحال ديال الزيتون نور بمدينه فاس، اكيد لان ما احوج مدينه فاس لهذه الملتقيات بحال هكا. حنا كنقربوكم من الاجواء متابعينا ومشاهدينا الاوفياء هنا بمدينه فاس. قلت نصف ماراثون نور. شكرا جزيلا، غادي نرجع من خلال بث مباشر اخر.